دائما يقللون الماي علينا، يسدون السدود علينا، يقلل الماي يولونه بالسم دائما يولون. صار 4 سنوات مهدد بالسم، عصابات ما نعرفها دمرتنا دمار، بالنسبة حتى الحلال ما الطرق اللي أدتنا إلى أن نسيطر وكيفية التعامل مع هذا المرض الذي دخل جديداً على العراق. ناشدهم خلي يجونا خلي يفزعونا، تطلع لجنة يرمونها عصابات، الهور قاعد يذبون لسيم ويموتونا، الماء يهدر للبحر. وأعيدها مرة ثانية أقول، رغم أنف السفلة سيصدر العراق المنتوجات يعني. وافتهموا هالهاي. هذا السمك هات شوفه بعينك، شوف ايش كثره اطنان السمك قاعد موت، وشلون بينا ما ادري، عيشتنا على الله وعلى السمكه هاي، الله وكيلك.